بسم الله الرحمن الرحيم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، صدق الله العظيم. نحن ثوار قبائل مدينة الزيزن الأسيرة، نترحم على كل أرواح شهداء ثورة 17 فبراير، ونعلن للعالم أجمع ولإخواننا الليبيين على وجه الخصوص بأننا من المناهضين لحكم الطاغية، وأننا مصرون على موقفنا الذي أعلناه للعالم أجمع منذ يوم الأحد 20 فبراير، حيث خرجنا في جموع حافلة مثلت كل شرائح المجتمع من كل قبائل الزيطن لحرق كل رموز هذا الحكم الظالم، وكذلك إصدار حكم الإعدام شنقا حتى الموت على المدعو معمر الجذافي، وذلك استنادا على شرعية الثوار. إلا أننا قد تعرضنا لخيانة من أتباع هذا النظام الذين قمعوا هذه الثورة وقاموا باختطاف واعتقال شبابنا وكبلوا هذه البلدة وسيطروا عليها بقوة السلاح، وهي إلى الآن لا زالت أسيرة لديهم. إلا أننا كثوار منتفضين نعلن لهم وللعالم أجمع بأننا سائرون ضدهم وضد النظام الفاسد الذي يتبعونه، وأننا نمنحهم فرصة أخيرة لينضموا إلى ركب هذه الثورة قبل فوات الأوان. ونخص بالذكر منهم اللواء يوسف حجر وفتحي نازي وعبد الرزاق الدارة ونصر عاشور ورمضان بشير، كما أننا نعلن انضمامنا إلى المجلس الوطني المؤقت برئاسة المستشار مصطفى عبد الجليل دون أي شرط أو قيد، وإننا رهن إشارة هذا المجلس وفداء لليبيا الحرة. وأخيرا، فإننا بموقفنا هذا نفند افتراءات هذا المدعي السفاح وابنه السفيه على مدينة الزيطن، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فقالوا مدينة الزيطن الأسيرة يوم السبت 5 مارس 2011 ميلادي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.